السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي للطبخ والجمال والترفيه. اليوم غنقدم معكم واحد الدجاج في الفران اللي كيجي لذيذ وبواحد الحشوه رائعه. المهم غنبداو على بركه الله. عندنا هنا جوج دجاجات مغسولين ومنقين مزيان اللي فركناهم من الحامض بالحامض. كنفركوهم بالحامض باش كيجينا الصدر ديال الدجاج فتي. الطريقه طبقوها راه غادي تنجح معكم. عندنا هنايا معلقه ديال التحميره، عندنا معلقه كبيره ديال الثومه محكوكه، عندنا معلقه ديال الهريسه، عندنا معلقه ديال ازير مخلط هو والزعتر، عندنا هنايا جوج معالق ديال العسل، عندنا هنايا الصوجه غنحتاجو ليها جوج معالق، عندنا هنا كيتشوب غنحتاجو جوج معالق، عندنا هنا نص كاس ديال زيت العود وجوج معالق ديال الموطارد. نبداو على بركه الله. معالق ديال الصوجه، عندنا الصوجه هنا الخفيفه، كاينه النوع الثقيل وكاين النوع الخفيف، انا استعملت هذه. خلطنا المكونات كلها مع بعضياتها، دابا غادي نعمروا الدجاج ديالنا. هشدوا نعمروا مزيان، ندخلوا لي الحشوه مزيان، هذا باش كيجي معمر مزيان باش كيقشر بالخليط. نتكوه هكا بالموس باش تدخل ليه بهذه الطريقه هذه. الدجاج قطعناه على هذه الطريقه هذه من الظهر ديالو باش كيجي باش كيعطينا هذا الشكل هذا. نحاول نثقبوه من الصدر مزيان، هو اللي كيكون باش يجينا الصدر ديالو فتي. غناخذوا اللاطه ديالنا اللي كتدخل الفران وغنستفوا فيها الدجاج ديالنا بهذه الطريقه هذه. انا عندي شويه هاد اللاطه صغيره نديرو بهذا الشكل هذا. ناخذ هاد الماريناد اللي باقي هنا كنضيفو على الدجاج. نغطيوه بورق ديال الفرن، ورق ديال الفرن وبابي الومنيوم وندخلو الفران. دابا غنغطيو الدجاج ديالنا، ناخدو هاد الورق ديال الطبخ غنغطيه هو الاول. الاول هاد الطريقة هادي
في الألومنيوم من فوق بهالطريقة هذي. من بعد ما غطينا على الدجاج ديالنا مزيان باش ما يدخلش له الهواء غطيناه مزيان، دابا غندخلوه للفران تقريبا مده ساعه عاد نقلبو وغنشعلو عليه العافيه غير من التحت ونتلاقاو ونشوفو الطريقه ديال التزيين ديالو. من بعد ما درنا الدجاج ديالنا يطيب في الفران دابا غنوجدو واحد التغميره اللي كترافقو، المهم غنحتاجو ليها ثلاثه البصلات مشلضين نديرهم هنا في هذا. عندنا هنا الكبده اللي خديتها سلقناها في الماء مع الملحه مع الثومه ومع ورقه موسى. العناق مقطعين رقاق مورغانسا، غنضيفو واحد جوج ديال البصوص ديال الثوم. عندنا هنا حامض نص حامضه مصيره اللي غادا نديروها. الحامضة مصيرة احتفظوا بها. حطنا معلقة ديال السكين كبير ملعقة صغيرة عندنا معلقة ديال راس الحانوت معلقة ديال خرقوم بلدي عندنا ضامة ديال الزعفران معلقة ديال البزار الملح نضيف غير شويه ديال الملح لان الزيتون مالح. عندنا نص كاس ديال زيت الزيتون غنديروا هاد المقادير هذه فوق البوطه حتى طيب، ومن بعد عاد نضيفوا ليها الزيتون اللي غنسلقوه في الماء. بعد ما طابت هاد التغميره ديالنا ها هي كتجي على هاد الشكل هذا. باش تنجح مع ليكم التغميره مزيان وتجيكم معلكه غتبعوا هاد الطريقه هذه اللي كندير انا ديما وكتجيني تغميره زوينه. ملي كطيب غنزيدو لها جوج معالق ديال زيت الزيتون وغنزيدو ليها واحد معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر التخميره وغنضيفو ليها الزيتون اللي سلقناه في الماء طيب. دابا غنرجعوا هاد الطنجره هذه على عافيه مهيله ونخليوا التغميره تعلق مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا التقديم ديال الدجاج اللي صايبنا والتغميره هذه. بعد ما طاب الدجاج ديالنا كيجي هذا هو الشكل ديالو، زينته انا بهذه الطريقه. كل يزين على حساب الطريقه اللي تعجبه، غير هي ملي تيكون الدجاج في الفران كيطيب راه كيطلق واحد المرق ديالو، هذاك المرق كتحتفظي به كتصفيه من لاطو كتحتفظي به. غدا نحضر ليه به واحد الصوص اللي كيترافق نيت مع هاد الدجاج هذا، انا ما حضرتوش اليوم ولكن غنحطو لكم في فيديو اخر ان شاء الله طريقه زوينه. وهادي هو هذا هو الشكل النهائي ديال الدغميره اللي حضرت معاكم، راه كتجي معلكه ولذيذه جربوها راه غادا تعجبكم. المهم هذا هو الشكل النهائي راه كيجي زوين وتزين، راه كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. الى عجبكم هاد الدجاج هذا جربوه، جربوا هاد الدجاج راه غادي يعجبكم. الى عجبكم ديروا اشتراك في القناه ديالنا وشكرا.